الكبير استاذ حسين فهمي اللي منور ريد كاربت ودايما زي القمر يا استاذ. الله يخليكي كتر خيرك. مهرجان القاهرة السينمائي طبعا عمل نجاح كبير جدا ومبسوطين برجوعه بالقوة دي، طبعا مجهود كبير كان باين جدا من حضرتك. طبعا طبعا كان مجهود يعني مني انا ومن المكتب كله، كل الزملاء اللي اشتغلوا معايا، فانا سعيد بالجول ده، والحقيقة وصلنا لنتائج كويسة جدا والحمد لله الناس اقبلت، وانا كان يهمني قوي ان يبقى في عدد كبير من المشاهدين وده حصل. يعني كانوا بيقفوا بالطوابير هنا كمان، اعتقد هيقفوا بالطوابير يوم عرض خلي بالك من زوزو والوادي التقيل بقى والقمر كله. عندي امل، عندي امل برضه ان شاء الله يبقى في مجموعه كبيره موجوده. النهارده حياتك اول مره بتكون في مهرجان البحر الاحمر، هل هيكون في تعاون بينه وبين مهرجان القاهره في يعني في الدورات القادمه؟ انا عندي امل كبير ان احنا فعلا يحصل لقاءات ويحصل بروتوكولات بيننا ونتعاون، لان في مجالات كبيره للتعاون. يعني استاذنا الكبير ونجمنا الكبير بنحبك وبنموت فيك ومنور الدنيا كلها. كتر خيرك وانا بموت فيك كلهم.